تاريخ صداه في هذا البرج؟ ماذا سيخبرنا؟ هل سيروي لنا حكايات التطور والازدهار؟ حكاية بداياتنا المتواضعة؟ كيف تحول من برج للمراقبة إلى مقر للحكم، ومن مقر للحكم إلى مدينة؟ هل سيبوح لنا بكلمات قادة تحالفوا تحت ظله؟ هل سيضيء أيامنا بحكايات شعب عاش في كنفه؟ تلك حكايات سطرها شعب سابق المستحيل ووصلت إلينا لترسم ملامح المستقبل. قصر الحصن، إرث وتاريخ أبوظبي.